بحنور دونك هي ان ديريكت قصير اليوم خلي برشا على ديريكت دونك دو روتور اليوم فور ان لايف قصير برشا جوست بور فو مونتري كيفاش نعبيو لو رولو اباتيسري. فما اللي سالوني عليه قالوا لي كيفاش فهمنا كيفاش تنجم تعبيه بالماء، انا خاطر كي حكيت عليه في الديمونستراسيون قلت راهو سولون لا سوبليس دو لا بات نتاعنا نجم نعبيوه سوا افيك دو لو شود اذا كان لا بات نتاعنا الي اسي دور، اذا كان لا بات نتاعنا الي اسي سوبل وطقس سخون مثلا تبدا بات فيتي طقس سخون برشا دونك باش تعاوننا في الخدمه لازمنا نعبيوها افيك دو لو غلاسي. دونك جوست باش نوريكم لو رولو اباتيسري اللي كان عندنا في الفونت دونك فيه هذوما لي دو زامبو منا هكا كيما تراوها مسكره دونك تخليها هكا تسمع الكليك. De l'autre côté, il y a le bouchon bleu. Donc, le bouchon bleu, c'est le bouchon bleu. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, il y a le bouchon bleu. 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 Je vais vous charger le bouchon bleu. Ha, vous savez, là, vous avez le robinet. Je vais vous faire le bouchon bleu. Donc, juste le rouleau interne. Voilà. Je vais vous faire le bouchon bleu. Je vais vous faire مشوار حتى يبرد او بيان تحط له دلو غلاسي معناها ما بارد بالكدا. ولا كان هذا الا كان البات نتاعنا قلنا بات فايتي وهذاك اللي تخي سوبل والطقس سخون زيدا دونك عبيناه باش نسكر لو بوشون او كيما تراوه ديجا معبي بالماء دونك باش نسكر لو بوشون نعاود هذه تسمع الكليك دونك هذايا لوغلو نتاعنا يولي حتى من الرز نرزين دونك سي تخي براتيك باش تعمل بيه الباس دونك باش تحل بيه الورقة يعاوننا بالكدا. دونك نعاود جو ريكابيتو دونك إلا كان قلنا بات مثلا بات فيتي وطقس سخون وتبدا لنا البات ما تعاونناش في الخدمة تولي ياسر سيرية دونك وقتها نعبيوه بال لو كلاسي او بيان تعبيه بالماء من السبيله ودخلو الكونجيلاتور شويه للطون اللي يبرد وتخدم بيه البات كومسا يعاوننا بالقدا. سينو الا كان البات نتاعنا اللي دور مثلا في الشتاء وبات يبسه دونك وقتها نعبيوه افيك دو لو شود وتحل بيه الورقه يعاونك بالقدا. دونك حاجه اخرى برشا كانوا يستعملوها قبل للمساج تقول لك تعمل بيه تمس بيه ظهرها يبدا فيك دو لو شود كيما البيوت يستعملوا يحطوا فيه ماء سخون يغلي ويستعملوا يسخنوا بيه وبيان يدلكوا بيه عظيماتهم. دونك هذا هو الارتيكل نتاع اليوم اللي عملنا عليه ان ديريكت قصير. كان عندكم دي كيسيون مرحبا بكم. انتم زيدا اذا كان عندكم دي برودوي في لي بلاكار نتاعكم ما عرفتوش كيفاش تستخدموهم ميساج تقولوا لي بار ميساج بريفي والا ان كومونتير وانا او فور يا مزور كل مره نحكي على حاجه. دونك فما اون فان اللي بعثت لي اترانجير هي مش من هولي دونك جوست باش نعطيها بتاتر ما يش تفهمني بالكدا باش نعاود لها درايفه جوست اون بتيت ديمو باش تفهمني. دونك نفرغوا ونعاودوا من جديد عبد فيه بزيد ما دونك فوالا باش نعاودو من جديد. دونك يسوفي دانلوفي لامبو هنا اي يا دو زامبو دونك لوتر اكستريميتي او يا لو بوشون دونك اون انليف لو بوشون اون لو رامبلي افيك لو دو روبيني سوا فو لو لاسي او فريغو لورسكو لا بات ايلي ترو سوبل بور فاسيليتي la tâche. Sinon, si la pâte elle est dure, donc on le remplit avec de l'eau chaude. Donc voilà, je l'ai rempli. Il faut fermer le bouchon et on peut travailler avec. Donc on peut le remplir soit avec de l'eau chaude ou bien de l'eau froide. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.